متابعينا الكرام، يسعد صباحكم او يسعد مساكم على حسب من وين انتم متابعيني. ذاكرين فيلم قديم للفنان المصري احمد حلمي، فيلم ظرف طارئ؟ لما حكى في احد مقاطع هذا الفيلم، في احد المشاهد هذا الفيلم، انا كنت بتمشى على النيل بتاع امريكا. هو هذا النهر اللي انا بتمشى عليه الان، هو هذا بمثابه نهر النيل بتاع امريكا، هذا نهر البوتوماك. انا اكيد عملت لكم كثير فيديوهات عنه. هذا بيفصل ناحيه هذه ولايه فيرجينيا، الناحية الثانية ولاية ميرلاند ومدينة واشنطن دي سي عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم حابب هيك أخذ هيك أتجول معك وداخل هذا النهر، أعمل جولة نهرية من خلال أحد المراكب الموجودة هنا في هذا النهر. حابب هيك تكتشف معي هذا النهر أكثر. ابقوا معنا، يلا بينا. المركب الآن بدأت تتحرك. طبعا الرحلة بتبدأ من اللي هو المارينا الموجودة في ألكسندريا، في الأولد تاون ألكسندريا، تنتهي الرحلة في جورج تاون في مدينة واشنطن دي سي. يعني رحلة من مدينة الإسكندرية أو ألكسندريا سيتي في ألكسندريا لغاية واشنطن دي سي سيتي، من ميناء اللي هو الموجود في أولد تاون في ألكسندريا لغاية جورج تاون. جورج تاون بلدة أو حي موجودة في ولاية بلدة أو حي موجود في مدينة واشنطن دي سي العاصمة. يعني رحلة من تربو، رحلة من ألكسندريا سيتي لغاية واشنطن دي سي سيتي. طبعا الناحية الثانية في شايفين في مراكب صغيرة موجودة في النهر. صورت لكم وعملت لكم فيديوهات قبل هيك عن نهر البوتوماك او البوتوماك ريفر، بس اول مرة هيك اعمل جولة نهرية داخل النهر. هذا هو النيل بتاع امريكا على رأي الفنان قدير احمد حلمي. هو ده النيل بتاع امريكا يا احمد يا حلمي. الجو حر ورطوبة، بس النهر المية والنهر والجولة داخل النهر مع المية والهواء اللي بيجي على المية يعني بلطف الجو شوية. المية بتلطف الجو، بس الجو رطب وحار لأنه احنا في فصل الصيف. هاي الناحية التانية الخضار، الناحية التانية داك ولاية ميريلاند. هديك اللي هناك الخضارة لكل ولاية ميريلاند. هاي الناحية هذه العمارات، هديك ولاية فيرجينيا، هديك مدينة الإسكندرية أو ألكسندريا سيتي اللي هي سيتي أوف ألكسندريا. كان هذا النهر اللي على الشمال ولاية فيرجينيا، اللي على اليمين ولاية ميريلاند. شايفين هناك اللي مبينة، هديك مدينة واشنطن دي سي، هديك اللي احنا رايحين لها الآن. هديك الرحلة بتنتهي عندها مدينة واشنطن دي سي، تحديدا في حي جورج تاون أو بلدة جورج تاون. هي بلدة أو حي موجود في ولاية فيرجينيا، بلدة أو حي موجود في مدينة واشنطن دي سي. جورج تاون حي أو بلدة
موجودة في مدينة واشنطن دي سي عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.
أمريكا ولاية ميرلاند الناحية الثانية. هذيك العمارات والشجر هذاك في ولاية ميرلاند. شايفين اللي قدامنا هناك؟ هذيك مدينة واشنطن دي سي، هي بدأت تظهر من هنا. مدينة واشنطن هنا هي هم بينا من هنا، هذاك اللي هو الواشنطن مونومنت اللي عملت أنا مرة عملت لكم، لو رجعتوا للفيديوهات القديمة الموجودة في القناة مرة عملت لكم أنا جولة داخل مدينة دي سي. الآن المدينة بتبين من النهر، من خلال الجولة النهرية بتبين المدينة من برا. أنا مدينة بتطلع على هذا النهر. في هذا اللي قدامنا اللي هناك الصغير، هذا اللي هو المبنى الكابيتال، أحد المباني التاريخية، المباني التاريخية في مدينة واشنطن دي سي. هاي الناحية الثانية يعني هذا مطار اسمه رونالد ريغان ناشيونال ايربورت، هذا مطار داخلي، هذا مطار فقط للطيران الداخلي بين الولايات. انا سافرت فيه مرتين هذا المطار، مرة رحت على ولاية إلينوي ومرة على ولاية فلوريدا. يعني هذا بس فقط للولايات، للرحلات الداخلية فقط. هذا المطار موجود في مقاطعة أرلينغتون في ولاية فرجينيا. شايفين كيف إقلاع الطائرات؟ هذا مطار كبير ما شاء الله، من المطارات المشهورة والمعروفة هنا في الولاية.
هذا اللي شايفين كيف اللي هو الواشنطن مونومنت نصب التذكاري لواشنطن. هذاك اللي قدامنا اللي هو الواشنطن مونومنت او النصب التذكاري لواشنطن. صورت لكم اياه انا مره لما عملت اللي هو الفلوق تبع مدينه واشنطن دي سي. المرة هذه المعالم تبعت واشنطن دي سي مبينة من برا. أنا المدينة كلها بتطل على هذا النهر.
في جسر قدام او بريدج هذا بفصل بين ولاية فرجينيا ومدينة واشنطن دي سي. الان على اليمين بداية واشنطن دي سي، احنا تركنا ولاية ميريلاند الناحية الثانية الناحية اليمين، هلا بداية الناحية اليمين بداية مدينة واشنطن دي سي. كل اللي على اليمين هذا مدينة واشنطن دي سي، هي بداية المدينة من هنا. هناك الواشنطن مونومنت اللي هو نصب التذكرة تبع مدينة واشنطن. واشنطن الولاية، في ولاية اسمها واشنطن ستيت، هذه الولاية موجودة في الشمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية، أما هذه مدينة واشنطن، هذه مدينة فقط يعني مش ولاية. يعني هي لما أسسوا المدينة أسسوها بحيث أنها تكون مدينة مستقلة، يعني مش تابعة لأي ولاية من الولايات. كانت زمان مدينة واشنطن دي سي بتضم أجزاء من ولاية فرجينيا وأجزاء من ولاية ميريلاند على ما أعتقد، وبعدين انفصلوا يعني صارت هي فقط أجزاء من ولاية فرجينيا وأجزاء من ولاية ميريلاند، انفصلوا عن المدينة وأصبحت هي بس مدينة لحالها ما لهاش دعوة، يعني مش تابعة لأي ولاية من الولايات. كان زمان بتضم أجزاء من ولاية فرجينيا وأجزاء من ولاية ميريلاند، الآن أصبحت فقط هي المدينة لحالها، يعني مش تابعة لأي ولاية من الولايات. هذا الجسر اللي هناك أو الكوبري اللي بفصل بين ولاية فرجينيا ومدينة واشنطن دي سي. هذا اللي قدامنا جسر بمر عليه اللي هو المترو او الصبوي. الصبوي يعني بوصل يعني بربط بين ولاية فرجينيا ومدينة واشنطن دي سي، يعني له محطات كتير، يعني بمر وصل لغاية مدينة واشنطن دي سي اللي هي عاصمة الولايات المتحدة الامريكية. هذا جسر او كوبري اخر بريدج بربط ايضا بين مدينة واشنطن دي سي ولاية فرجينيا، تحديدا مقاطعة ارلينغتون في ولاية فرجينيا. شايفين كيف منظر المية، منظر يعني مناظر حلوة، مناظر جميلة. يعني في
في جسور وكباري بتربط ما بين ولاية فرجينيا ومدينة واشنطن دي سي عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. الجو حر ورطب كتير بس المية بتلطف الجو، يعني لأنه احنا في جولة داخل النهر فالمية مع التيار الهواء بيلطف الجو شوي. هذاك الواشنطن مونيمنت اللي هو النصب التذكاري، هي بدأ يظهر أكثر من هنا لأنه إحنا هيك إحنا قربنا على مدينة واشنطن دي سي. يعني إحنا آخر محطة إلنا حنوصل للميناء أو المارينا الموجودة في جورج تاون، بلدة جورج تاون الموجودة في مدينة واشنطن دي سي. بعد هيك حنوقف شوية يعني هيك بريك، بعدين حناخد اللي هو الباك الرجوع من جورج تاون لغاية ألكساندريا للأولد تاون للمين الموجود. هذه رحلة الرجوع، يعني هي راوندد تريب، يعني رحلة ذهابا وإيابا، يعني ذهاب من ألكساندريا لغاية دي سي واشنطن دي سي، من أولد تاون ألكساندريا لجورج تاون دي سي واشنطن دي سي، ورجوع من جورج تاون دي سي لغاية ألكساندريا. حنرجع حنوقف شوية في مدينة واشنطن دي سي في جورج تاون، وبعد هيك حنوقف لمدة 10 دقائق، بعد هيك حنرجع تاني على ألكساندريا. في كتير رحلات في النهر، يعني في كتير بسموها كروز. هيداك مبنى الكابيتال، مبنى المشهور في مدينة واشنطن دي سي. حابب أشوف تعليقاتكم، لأنه كتير التعليقات هذه بتفيدني كتير. هاي التعليقات حابب أشوف تعليقاتكم في عن هذه الجولة، عن هذا الفلوج. في برضو من هنا قدامنا اللي هو اللينكولن ميموريال، هذا برضو أنا صورت لكم إياه في الفيديو تبع مدينة واشنطن دي سي. لينكولن ميموريال هذا نصب تذكاري موجود برضو في مدينة واشنطن دي سي. يعني لينكولن ميموريال والواشنطن مونيمنت هي بتربط بينهم حاجة اسمها الناشيونال مول، زي ساحة كبيرة هيك فيها زي بركة مياه، بركة مياه وهيك. ارجعوا للفيديو تبع الفلوج واشنطن دي سي، هتلاقوا يعني في ملخص للأماكن السياحية في جو. يعني نصورت لكم هيك، عملت لكم جولة عن مدينة واشنطن دي سي، كانت من حوالي 5 شهور، كانت في الشتاء في شهر فبراير على ما أتذكر، كان الجو بارد شوية. أيامها يعني هيك جو لفت، يعني عملت هيك جولة لفت في وريكم بعض الأماكن السياحية وبعض المعالم مدينة واشنطن دي سي، وبرضو صورت لكم جورج تاون. هاي جورج تاون من جوا، المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات الموجودة، لأنه هو حي تجاري، يعني في كتير من المحلات التجارية، في كتير من المطاعم يعني الشارع التجاري. هاي كل اللي قدامنا هناك دي كمدينة واشنطن دي سي.
هيكون داخل على يميننا، هذه مدينة واشنطن دي سي. كتير في رحلات يعني في كتير كروز زي هيك بتلاقيهم ناس يعني بيطلعوا بمراكب وبياخذوا جولات داخل هذا النهر، يعني مش بس من دي سي مثلا لألكسندريا، في من ألكسندريا مثلا لميرلاند، في يعني جولة عبر النهر، يعني في يعني مش بس من دي سي لألكسندريا، في من دي سي لميرلاند، وفي من ميرلاند لفرجينيا، يعني كتير في رحلات زي كتير في مراكب يعني من خلالها الناس بتتجول داخل النهر، داخل النهر البوتوماك. حتى في مراكب بتبقى بالليل، يعني بتبقى مثلا عائلات، وفي نظام يعني زي جوا بوفيه، يعني في غدا، في مثلا عشاء بالليل او غدا في النهار وهيك، يعني في كتير خيارات يعني للناس، يعني اذا حابة هذا المركب من غير يعني ما فيش فيه مثلا وجبات وهيك، بس يعني فيه مثلا بيوم مية وشغلات زي هيك، عصير وهيك عصاير. لكن في مراكب تبقى مثلا من جوا في نظام البوفيه، الاوبن بوفيه، هذا بيبقى فيه وجبات مثلا غدا عشاء فطار زي هيك. يعني هاي كل المباني هذيك مدينة واشنطن أو واشنطن دي سي. هذا احنا وصلنا هلا هذا اللي قدامكم اللي انتم شايفينه، هذه اللي هي جورج تاون، هذا زي ممشى وفي مطاعم، يعني زي واجهة نهرية، يعني في هنا العديد من المطاعم والكافيهات. في قدام اللي هو المرسى او المارينا او الرصيف اللي هو اللي توقف من عنده المركب هذا حتوقف من عنده، في مراكب بتطلع من هناك، يعني مثلا هذا المركب من ألكسندريا لدي سي، في مراكب هناك بتطلع من جورج تاون هذا المرسى او المارينا لغاية ألكسندريا مثلا، يعني بالعكس.
احنا هلا حنوقف شويه، بعد دقايق هيك حنوقف عند في المينا هذا او الرصيف هذا، حنوقف لمده 10 دقايق، بعد هيك المركب نفسه حيرجعنا الثاني على مدينه الاسكندريه او الكسندريا سيتي. هنا حنرجع مكان ما احنا اجينا، هنا حنوقف شويه هيك لمده 10 دقائق زي بريك، بعدك حرجع نفس المركب نفسه، وهذا حرجعنا الثاني لغاية المكان اللي احنا طلعنا من عنده. هذا انا صورت لكم اياه مرة في الفيديو اللي تبع فلوج مدينة دي سي، يعني ارجعوا للفيديو حتلاقوا الموجود هذا ما هي اللي هو جورج تاون موجود في الفيديو. حتى كنت بتمشى على الممشى هذا، يعني هترجعوا للفيديو هتلاقوا الفيديو هتلاقوا البلدة او الحي هذا جورج تاون موجود في الفيديو، صورت لكم اياه حتى من جوا من البلدة او الحي من جوا. هذه كلها مطاعم وكافيهات. احنا هيك حنوقف هلا عند هذا الرصيف او المارينا او المينا او على حسب ما بسموه، على حسب ايش اسمه، رصيف او مارينا او مينا او مرسى. هلا حنوقف لمدة هيك 10 دقايق هي زي بريك، وبعد هيك حنرجع تاني نفس المركب حرجعنا على مدينة على الكسندريا سيتي او على الاولد تاون الرصيف تبع مدينة الاسكندرية. هلا المركب بلشت ترجع، بلشنا احنا هلا المركب بلشت تتحرك من جورج تاون من المينا تبع جورج تاون. هلا احنا في طريق الرجوع لمدينه الكسندريا سيتي اوف الكسندريا مارينا للمينا تبع سيتي اوف الكسندريا او مينا مدينه الاسكندريه. هلا المركب راجع تاني على مدينة الإسكندرية أو السيتي أو سيتي أوف ألكسندريا. يعني حنرجع مكان ما احنا طلعنا، مكان ما انطلقت المركب، مكان ما أبحرت من هناك، حترجع تاني للمكان اللي إجينا من عنده. شوفكم إن شاء الله في مدينة الإسكندرية أو المارينا أو المينا تبع مدينة الإسكندرية. اجينا لكم تاني.
هيك احنا خلصنا جولتنا او الفلوج تبع اليوم هذا اللي هو الفلوج النهري او الجوله النهريه داخل نهر البتومار. تجولنا بواسطه احد المراكب في نهر البتومار. بس هذا كان فيديو اليوم. يا ريت اذا عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا يا ريت تحطوا لايك وكومنت وتعملوا شير للفيديو لفيديوهات القناه. إذا مش مشتركين في القناة يا ريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.